نجوى فؤاد تحسم الجدل. عبد الحليم حافظ لم يتزوج سعاد حسني. أثارت الفنانة المصرية نجوى فؤاد جدلا كبيرا بتصريحاتها خلال الساعات الماضية عن حقيقة زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني وكشفها أسرارا عن حياتها الشخصية وطقوسها الدينية الأسبوعية وعن استعدادها لارتداء الحجاب فورا ولكن بشروط. وفي تصريحاتها خلال لقائها التلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارسي بقناة دجلة قالت عن العندليبي: رقصي مع العندليبي عبد الحليم حافظ في أغنية قولوا له الحقيقة كانت بوابة النجاح رغم أني كنت كومبارس. عمري وقتها كان 16 سنة وتم عمل مستخرج رسمي بأن عمري أكبر من 16 حتى أستطيع الدخول لأنه ما ينفعش أدخل مكان فيه خمور وأنا طفلة. صحة عبد الحليم لا تسمح له بالزواج. وتابعت أن عبد الحليم حافظ كان شخصا جميلا وأخلاقه جميلة وإنسانا متواضعا، مضيفة: وكل يوم عند أصحابه بيقعد على الأرض ويمسك الدف ويغني. وأضافت: حبيت عبد الحليم حافظ كإنسان وفنان وعجبني أسلوبه مش كحبيب لأنه كان بيحب سعاد حسني أيامها وهي كانت صديقتي. وأكدت: عبد الحليم حافظ متجوزش سعاد حسني واللي يقول إنه اتجوزها غلطان وأختها اللي قالت إنه اتجوزها غلطانة هو كان بيحبها بس متجوزهاش لأن صحته متسمحلوش إنه يتجوز بدون تفسير لأن مينفعش أطلع سر إنساني زيده. وأوضحت أنها علمت أن صحة عبد الحليم حافظ لا تسمح له بالزواج مشيرة إلى أنها ذهبت معه عدة مرات للأطباء ورافته في مرضه مؤكدة: واللي بيقول إنه اتجوز سعاد حسني يطلع ورقة الزواج يمكن إحنا غلطانين. شروط ارتداء الحجاب. وعن طقوسها الدينية أكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها تواظب على قراءة القرآن الكريم في يوم الخميس من كل أسبوع كما تحدثت عن فكرة ارتداء الحجاب. وأوضحت نجوى فؤاد: كل يوم خميس لازم أقرأ القرآن إلا لو كنت عيانة ودا حصل في أيام قليلة لازم ساعة أو ساعتين قرآن أحط الطرحة وأبدأ أصلي ركعتين لله وأقعد أقرأ القرآن لو كان عندي إيه يستنني. وتابعت نجوى فؤاد أن قراءة القرآن تثقفك وتعلمك تاريخ بلدك وتفهمك دينك وتعلمك الكثير جدا وهو ما لم تستطع أن تتعلمه في الجامعة. وخلال اللقاء قدم مقدم البرنامج هدية لنجوى فؤاد وهي طرحة سوداء وطلب منها أن تضعها وسألها كم يكفيها معاش في الشهر وترتدي الحجاب وتلتزم به. وقالت نجوى فؤاد: وفلي أعيش وأفتح بيتي كويس، الحجاب يعني لي حاجات كتير جدا، ده حاجة مقدسة جدا، أنا يوم ما ألبسه على طول لازم أعتزل، ودي أحلى هدية. يذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد مشاركتها في مسلسل 3 التلاتة وعرض في رمضان 2023.